أقر مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 بعد إجراء تعديلات على العديد من مواد القانون، وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور وهيئة الوزارة. المزيد في التقرير التالي. القانون بمجمل الزملاء الأغلبي، شكرا. بعد 14 جلسة أقر أخيرا قانون ضريبة الدخل العام لسنة 2014، والمكون من 80 مادة شكلت مجمل القانون. القانون وبعد أن أقر صباح الثلاثاء بصيغته النهائية، حمل في طياته العديد من التغيرات التي راقت للبعض ورفضها البعض الآخر، حيث كان أبرز ما جاء في القانون هو استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري، وذلك بنسبة 14% عن كل دينار من 100,000 دينار الأولى لقطاع الصناعة. كما قرر المجلس إعفاء الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد عن 12 دينارا للمكلف و12 دينارا عن المعالين مهما كان عددهم، بالإضافة إلى 4,000 دينار فواتير يقدمها للضريبة. لا ضريبة إلا بربح، لازم الربح يكون تحقق. إذا الربح ما تحقق ما في ضريبة. هذه فلسفة ضريبة الدخل. يا أخوان، أي ضريبة تفرض على المنتج الزراعي سوف تنعكس على المواطن تبعتها. افترض بالمجلس بما أنه أعفى قطاع الزراعة بالكامل على الأقل أن نعفي أول 150,000 دينار لقطاع الصناعة من الربح، أو اللي هو الدخل الإجمالي كما هو معرف بهذا القانون باعتباره صافي الربح، ثم نخضع البقية الباقية لـ 14% أسوة بالمعاملة مع قطاع الزراعة وأسوة بما كان معمولا به في قانون 2009. التعديلات الأخرى التي طرأت على القانون تمثلت بالإعفاء الضريبي على أول 150,000 دينار من الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة، بالإضافة إلى إعفاء الرواتب التقاعدية من ضريبة الدخل وحصرها بأول 3,500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي شهريا، والإبقاء على استيفاء ضريبة 35% من دخل البنوك. أن يكون الإعفاء فقط لأول 2,000 دينار، وبعد 2,000 دينار يتم دفع الضريبة أسوى بالأردنيين جميعا، وبالتالي يحق لهم هم أنهم أيضا يقدموا فواتير إذا بلزمهم، إذا في عندهم أي إعفاءات أخرى. نحن نعلم أن الشخص عندما يتم يكون متقاعد هو لم يتبقى لديه من الحياة إلا فترة بسيطة، فلكي ننعمه في هذه الحياة نيجي نرد نقول له نرد نأخذ منه راتب تقاعدي. التعديل الآخر الذي أحدثه النواب في قانون الضريبة الجديد هو الموافقة على استيفاء الضريبة بنسبة 24% عن كل دينار لشركات الاتصالات وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى شركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين. القانون أقر أخيرا بعد أن علق عليه الكثيرون أمالهم، وعلى رأسهم الحكومة الأردنية التي تتحدث بين الفينة والأخرى عن حجم التهرب الضريبي الكبير، فتنتظر منه كما ينتظر الآخرون أن يساهم في تحصيل ما يهدر من المال. رعد بن طريف، رؤيا.